قال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال إنه يسعى لأن يكون الهيكل الاقتصادي لمصر قائما على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة. وخلال مؤتمر جماهيري بين أبناء محافظة الإسكندرية، أضاف زهران أنه يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتنمية الإنسان ومعيشته من خلال استقلال كامل لمؤسسات العدالة واحترافية المؤسسات الأمنية والحرية الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية وعدالة توزيعها.